بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في فيديو جديد، هاي المرة ليتريتشر أدب. في عندنا قصيدة poem بالدوسية صفحة 93 بعنوان A Green Cornfield، ترجمتها إلى اللغة العربية حقل ذرة أخضر للشاعرة كريستينا روزيتي. لو اطلعنا على القصيدة هاي حجمها بسيط، عبارة عن أربع مجموعات، كل مجموعة تسمى استانزا، يعني هاي الأربع أبيات اسمهم استانزا، وهاي كمان الأربع أبيات اسمهم استانزا، وهاي كمان اسمها استانزا، وهاي كمان اسمها استانزا، إذا هاي فيها فور استانزاز، يعني أربعة مجموعات، كل مجموعة من أربع أبيات، إذا هي كلها فيها 16 بيت. البيت الشعر في اللغة الإنجليزية بنسميه لاين. شو بنسميه؟ لاين. الشاعر بنسميه poet، أو الشاعرة poetess، والقصيدة poem. الآن عنوان القصيدة هاي A Green Cornfield، هاي بتحكي قصة شاعرة اسمها كريستينا روزيتي طلعت تتمشى في يوم من أيام الربيع، فجاءت على حقل ذرة أخضر واسع جدا، وهي بتتمشى شاهدت طائر يسمى القبرة. افتحوا على تلفوناتكم، افتحوا على القبرة، بتشوفوا ايش هو طائر صغير. فنشوف شو الوصف اللي بتحكي فيه هاي الشاعرة. فبتحكي The earth was green، الأرض خضراء. The sky was blue، والسماء زرقاء. I saw and heard one sunny morn. Morn هاي اللي بهذا اللون معناها morning، اختصار لكلمة morning. شاهدت وسمعت في صباح مشمس. A skylark، هذا اسم الطائر اللي هي شاهدته. A skylark. Skylark باللغة العربية طائر اسم القبرة. Hang، هانج هنا معلقا، اي فلاينج، بتوين ذا تو، مين ذا تو؟ اللي هي ذا ايرث اند ذا سكاي. اذا هذا الطائر ما كان على الارض ولا كان على الشجره، ات واز فلاينج بتوين ذا تو. السينجينج ايضا هيرد، اذا هو كان سينجينج. السينجينج سبيك، سبيك هي مظلل بلون الاصفر، يعني فيري سمول، اذا هذا العصفور معروف انه عصفور صغير جدا. above the corn، above فوق الكورن اللي هو حقل الذرة. الآن حتى إحنا نفهم شو معنى هاي الرموز A B A B A B وشو معنى هذا الكلام، في إشي بسموه القافية. القافية اللي هو رايم، القافية اللي هو آخر صوت في البيت، سواء باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. إيش هي؟ الله، رايم. ورايم فعل واسم، رايم قافية، ورايم يأتي على نفس القافية. سكيم خطة أو بلان أو طريقة أو أسلوب، إذا شو أو نمط، يعني باترن، نمط القافية. فلو اطلعنا على البيت الأول انتهى بكلمة بلو، فالقافية تبعته بلو. أو لو جينا على البيت الثالث تو، تو على وزن بلو. طب لو جينا على البيت الثاني مورن، مورن على وزن كورن. طب لو أعطينا بلو الرمز A، اذا كمان تو راح تاخذ الرمز A. طيب مورن اعطيناها الرمز B، كورن على وزن مور، اذا برضو الرمز B. اذا نمط القافيه الاول زي الثالث، البيت الاول نهايته زي نهايه البيت الثالث قافيه، والبيت الثاني نهايته زي نهايه البيت الرابع صوتا او قافيه، فهذا بنسميه الرايم سكيم. اذا شو الرايم سكيم تبع القافيه، تبع القصيده هاي او هاي الاستانزا؟ A B A B. شو يعني A B A B؟ باللغة العربية معناها البيت الأول والثالث لهم نفس القافية، والبيت الثاني والرابع لهم نفس القافية، وهذا ينطبق على كامل القصيدة. فلو جينا على الستانزا الثاني قبل ما نقرأها، شوف الكلمة هاي accord على وزن sword، accord sword. طيب البيت الثاني wing على وزن sing، wing على وزن سينج. اذا الاول زي الثالث، سورد زي اكورد، وينج زي سينج. طيب اذا برضو اي بي اي بي. طيب نيجي على الستانزا الثالثه، جرين على وزن انسين، سين انسين جرين. طيب ووكس، ووكس على وزن ستوكس، اذا ايضا البيت الاول زي الثالث في هاي الستانزا، والثاني زي الرابع. هاجي على القصيد على الأخيرة، السونج على وزن لونج، لونج سونج. طيب الثاني سليد على وزن ديد. إذا السؤال إيش هو الرايم سكيم، شو نمط القافية في القصيدة كاملة؟
A B A B. لو جاب لي سؤال في رايم سكيم بس بكتب A B A B. هسا لو سألني شو معنى A B A B بقول له إنه الأول بهذا باللغة العربية طبعا، الأول زي الثالث والثاني زي الرابع. طيب باللغة الإنجليزية شو بنحكي هذا الكلام؟ شوف السؤال رقم 5، rhyming words. rhyming words يعني الكلمات التي لها نفس القافية. occur at the end of lines، تأتي في نهاية الأبيات. in a pattern، in a pattern، الباترن هذا this pattern is called a rhyme scheme، نمط القافية. إذا pattern معناها scheme، نمط. describe the rhyme scheme in this poem، صف أو ما هو نمط القافية في هذه القصيدة. شو باجي بكتب؟ بكتب A B A B، هاي الجواب فقط. لكن شرح هذا الكلام إنه the first and third، the first and third lines rhyme، which means that they have the same rhyme as do the second and fourth. إذا الأول زي الثالث من حيث القافية في كل هذا، والثاني زي الرابع. فهمنا شو معنى A B A B وشو معنى rhyme scheme، وفهمنا إنه speak معناها very small، فالعصفور هذا طبعا كان صغيرا جدا. بنتقل على الستانزا الثانية. الستانزا الثانية بتقول لي a stage below in G accord white butterflies dance on the wing and distill the singing skylark soared and silent sank and soared to sing. هاي بدها شرح مزبوط الأربع أبيات هاي. الآن a stage below، كلمة stage هنا معناها على مسافة below أدنى إلى الأسفل، إلى الأسفل من العصفور، مش العصفور في السماء، flying تحت العصفور على مسافة أدنى من. أيضا في إشي كان طاير بالسماء in G accord white butterflies، إذا الشيء الآخر اللي كان flying هو butterflies، فراشات بيضاء. هاي الفراشات البيضاء في الارتفاع أقل من العصفور below، وطيران الفراشات هاي إنه صيغته in G accord بانسجام رائع. كلمة accord هاي اللي بالأصفر معناها agreement، اللي بالأصفر مقابلها، و G هنا معناها pleasant، يعني الفراشات كانت تطير مع بعضها مش بشكل عشوائي أو بشكل مش منظم، كان الفراشات بتطير بشكل رائع. هاي الفراشات white butterflies بيضاء. أيضا ميزة طيرانها إنه danced very danced on the wing، طيرانها أو حركتها كانت سريعة. danced on the wing معناها moved quickly. طيب إذا في المشهد في الأعلى عصفور طاير اللي هو السكايلارك هذا صغير، إلى الأدنى منه في المشهد أيضا white butterflies. الwhite butterflies طيرانها بتميز بشغلتين أو حركتها، إنها فيها انسجام accord agreement، وأيضا إنه فيها سريعة في الحركة dance on the wing، دلالة على أو كناية على moving quickly. and still the singing skylark soared. هلا هذا البيت still لا زالت أو لا زال العصفور هذا skylark المغني soared. كلمة soared معناها flying higher. شو معناها؟ flying higher يعني هذا العصفور بميز حركته الطيران للأعلى والطيران للأسفل، فالطيران الأعلى بنسميه soared والطيران الأسفل بنسميه sink، وهنا جاء الماضي منها sank، sank يهبط أو يغرق. فطيران العصفور إذا صح التعبير إيش هو؟ flying higher and flying lower. ف it sings as it flies higher. flies higher اللي معناها إيش يلا؟ soared، يعني العصفور هذا عندما يرتفع للأعلى يغني. and it doesn't sing as it flies lower، ولا يغني عندما it sank، عندما هبط أو عندما يهبط أو flying lower. ثم يعود مرة أخرى soared to sing، ويرتفع مرة أخرى ليغني. إذن هذا العصفور يرتفع ليغني، يهبط صامتا، ثم يرتفع ليغني ويهبط صامتا. الآن دي أتوقف عند هالبيتين هذولا، فيهم شغلات كثيرة. أول شيء في كلمات عكس بعضها، كلمة soared يرتفع أو ارتفع عكس كلمة sang، وكلمة singing عكس كلمة silent يغني عكس يصمت. طيب في إشي الآن نشوف
في عندي still the singing skylark soared. بنلاحظ حرف الاس هذا في بداية الكلمات بالأخضر، وهنا طبعا جاي في أول كلمة. فهذا الحرف إذا تكرر نفس الحرف في بداية الكلمات هذا يسمى باللغة الإنجليزية alliteration. شو بنسميه؟ alliteration. باللغة العربية بسموه أعتقد الجناس. إيش هو الجناس؟ إذا ما هو الجناس؟ تكرار نفس الصوت أو الحرف في بداية الكلمات، تكرار أو استخدام using the same letter or sound at the beginning of words. وهي هان كمان عندي silent وsang وsword وsing، نفس الحرف تكرر في بداية الكلمات. إذا هذول البيتين مليانات بإشي اسمه يلا alliteration. أوكي حبايبي، طيب